السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. أبدأ سكان بغداد استغرابهم مما يحدث على جسر الطابقين الذي يربط منطقة الجادرية وسط العاصمة بالدورة جنوبيها، وذلك بعد بدء وضع جدران حديدية على جانبي جسر الطابقين، وقد حجبت هذه الجدران الرؤية عن الجهة المقابلة للجسر، حيث توجد أراض تسعى جهات متنفذة للاستيلاء عليها. في غضون ذلك قال ناشط خلال مقطع مصور إن أمانة بغداد تقوم بإنشاء جدار عازل على حافتي جسر الطابقين من أجل حجب الرؤية عن منازل متنفذين يقومون ببنائها أسفل هذا الجسر. دعونا نشاهد. اللي راح يدمر معالم بغداد تبني أمانة بغداد عبارة عن هاي الهنجلاين والحديد، باعوا هذا الحديد ايش كبره، هذا كلف نصف مليار حتى يغطون جسر الطابقين، تمام؟ هذا باوي حدادين يشتغلون دا يسووا لي سور على جسر الطابقين، راح اطبق حتى اوثق لكم شنو سبب هذا وليش بنصف مليار وشنو علاقته دا يغطون معالم بغداد ويغطون نهر دجله وليش امانه بغداد مسويته، كله صوره وصوت. باعوا هذا السور اليومية ازدحامات من وراء، خلنا ننزل. هذا جسر الطابقين، هذا السور الحديدي الفولاذي اللي يردون يسوونه. شنو هي الغاية من عنده؟ الغاية من عنده اكو مشاريع هنا جوا الجسر باعوه جاي تنبني يراد لها ان تتغطى والسيطرة على هذا كله. باعوه هذا كله راح يتم السيطرة عليه، هاي الكرفانات الاستيلاء والسيطرة تامة على تحت الجسر، وهذا الفولاذي يسوونه أمانة بغداد. ليش تسوي أمانة بغداد بنصف مليار؟ مو الغاية تغطية الجسر وإنما التغطية على المشاريع جوا جسر مال الجادرية السيد فلان وحج فلان. العراق مبيوع السيد السوداني. نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا الموضوع. تفاجأ المارة على الجسر جسر الطابقين بوضع المئات من الصفائح الحديدية كما شاهدنا التي تم لحامها على جانبي الجسر والتي حجبت الرؤية كليا بسبب تزامن العمل في لحام الصفائح مع أوقات العمل الرسمي، مما أثار انتقادات المارة. دعونا نشاهد كيف علق المارة من على الجسر بشأن هذا الموضوع. مساكم الله بالخير. شوفوا هذا الجسر طابقين، هذا يحطونه عازل ليش؟ لان كنا هنا كم حرامي قاعد يبني على مود لا ينشاف يغلف الجسر يشوه الجسر. شوفوا هذا مال العراق، هذا باعوا يشتغلون بالليل عبالك وايقين بوقه. دولة وينه؟ في مال لا شباب. هذا منظر، هذا منظر جسر بلد عبارة نهرين، ناس وقف تتمتع بمنظرة. باعوا سخم الله وجوهكم. نتابع تعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. محمد يقول: مافيات الأحزاب السياسية الخاصة بالعقارات أكبر من أي حكومة بما في ذلك حكومة السوداني، وأغلب الأحزاب السياسية لها أذرع في هذا المجال. أبو علي السراي يقول: هذا تشويه للجسور ولمعالم كل بغداد والتغطية على سرقة الأراضي الزراعية مع الأسف. أبو مصطفى يقول: 20 سنة من السرقة والدمار ولا زالوا مستمرين في طريقهم. وتعليق من قاسم يقول: العراق أصبح مرتعا للعصابات والمافيات وحيتان الفساد، والطامة أن الشعب ساكت على هذا الظلم والفساد. مشاهدينا الكرام، نستمع إلى رأي السيد أبو عمر من بغداد. تفضل يا أبو عمر. حياك الله أستاذ محمد المحترم، وتحياتي لقناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا.
استاذ محمد، احنا نعرف بعض الاحتلال الامريكي على العراق من 2003 ولحد الان اللي استولت كل المناطق بالعراق، سواء اذا بالمحافظات سواء اذا كان ببغداد، وكل منطقه لها منطقه نعرف من استولى عليهم ومن هم. نعم ابو عمر، تحويل عليها عمار الحكيم ومنظمة بدر وحزب الدعوة اللي هم جو من 2003 لحد الآن. طبعا كنا نعرف احنا انه كرادة بيد هاي الميليشيات، حزب الدعوة عمار الحكيم اللي ماخذين العرصات وماخذين الكرادة، اللي بنوا بنها المولات وبنوا النوادي الليلية، واللي الآن اللي نشوفه حسب المقطع انه جسر الطابقين تحته انه هناك كانت لناس انه يعني إلها مواطنين وإلها ناس هاي الأراضي اللي موجودة، لكن بعد الاحتلال يعني شرهدوا هاي الناس وباعوا الناس يعني بالقوة، يعني بالقوة استاذ محمد اخذوا من عندهم هاي جبرا هاي البيوت والاراضي اللي موجودة عندنا بالكرادة. يعني ابو عمر ليش بدل ما يكون اكو مخطط معين او استراتيجية لتطوير جوانب الجسور اسفل الجسور من اجل ان تكون هناك مناظر جميلة، يعني المار من فوق هذه الجسور يتمتع أثناء القيادة أو حتى اللي راكب بجانب السائق يتمتع بمناظر جميلة مثل ما نراه في دول كثيرة. يعني الجسور تكون هي عبارة عن يعني معبر من فوق مناطق جميلة، قد تكون أنهار، قد تكون بحار، قد تكون مناطق خضراء. ليش ما عندنا بالعراق هذا الموضوع؟ دي يحولون الجسر إلى سجن، يعني ناس تدخل في هذا الجسر بشكل حقيقة شوه صورة بغداد وشوه هذه المناظر الجميلة وأيضا شوه صورة الجسر. محمد لو احنا نعرف كل زين يعني ابن البلد وابن هذا البلد يعني من يعمر انسان بيته ويبنيه من جديد، هذا انسان يعني ما يخاف، يعني الناس كلها تعرف بانه هذا الشخص بيته وداره بناء يعني احسن بناء وسوى به احسن من ما اللي يليق له. لكن للاسف اللي هاي الابنيه اللي قاعد نشوفها يغطوها هاي ناس يعني مو البناء ما يعود لهم ولا املاكهم، يعني هذا لو كان مال حلال وايد لهم لكان انه تحت الانظار العراقيين وتحت يعني بدون ما يخلون هاي المجسرات الحوادث اللي قاعده تصير الكونكريتيه والحديد، يعني حتى لا يشوفون انه ما في الداخل وما في تحت. هذه يعني دلاله يعني برايك ابو عمر، برايك انه هذه الكتائب الحديدية أو هذه الصفائح الحديدية ممكن أنه تبعد نظر العراقيين أو ممكن أنه تضحك على العراقيين أو توهم العراقيين بشيء آخر؟ يعني هم ما يعرفون أنه المواطن العراقي يعلم بحجم السرقات ويعلم بأنهم مجموعة من اللصوص، يعني هاي اللي هي خلاص اللي هي راح تحميهم من أعين العراقيين؟ استاذ محمد احنا نعرف كلهم هم من في الاحزاب السلطه، يعني انه هذا الامر انه حتى وكان يسوون سدود، حتى واذا كان عندنا مناطق بالجابريه ممنوع الدخول لها الا باجات او ناس معارف يدخلوها، هاي انه احنا نعرف هم ناس سرقات حراميه، وكل العراقيين وكلنا احنا العراق نعرف ان ذولا ناس حراميه بنوا قصور هنا بالعراق وبنوا مجمعات، عندهم مجمعات بالخارج وعندهم اموال ارصده بالخارج، كل هاي نعرفها، والا ما كان انه حال المواطن العراقي يشكي من الفقر، يشكي من الظلم، يشكي من المستشفيات، يشكي يعني من كل امور الحياه اللي دمرت من وجود هاي الاحزاب، هاي الاموال اللي قاعده تصير لها كلهم لهم منافعهم مجرد لذات الدنيا ومتاعها، فما مهما كانت انه يسرقون اموال العراقيين يتمتعون بها على اراضينا، لابد يجي يوم ان يستحقون بقوه الله وبقوه طيب. العراقيين وترد هاي الاراضي. نعم شكرا جزيلا ابو عمر من بغداد، وصلت الفكره، اشكر حضرتك. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع وننتقل الى الموضوع الثاني الذي هو على نقيض من الاول مرتبط بالتجاوزات. تواصل السلطات الحكومية محاربة الفقراء بأرزاقهم بدلا من محاربة مافيات الفساد التي تستولي على الأراضي بذريعة الاستثمار، حيث أبدى العشرات من سكان مدينة الحلة مركز محافظة بابل احتجاجهم على قرار السلطات الحكومية بإزالة ما يعرف بالتجاوزات. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لاحتجاج أصحاب المحال التجارية والبسطات ضد عملية رفع التجاوزات والأكشاك التجارية بعد أن تركتهم الحكومة دون بديل. لنشاهد. يا جماعة قصدي يقول والله نقعد نسلم
نقعد نسلم نقول مين نلعب هاي اجدنا شالوها كل من حدها قاعد الاربع 200 جارات وهاي هو لا حاطلين ولا هاي يوفروننا ما ندري شلون الله ما ادري شلون شلون انا ايش ما ندري الله اكبر الله اكبر على الحكومه الله اكبر صاحب عالي شو منفر عندك انا عندي 2 جار وبقعد 200 جار لا 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 الله امين اطلع يلا اطلع عربانه لا فتح شارع امين وين اطلع وين ما يقولوا لي وين الله اكبر الله يسعدك الله يسعدك يا سو قلت لهم ما اجيب لكم هسه مصاري اجيب مين اجيب مين اجيب اهل 5000 بجيبي ما اروح للبيت اذا بسيط شالوها يعني ما بديل ما وفروا لكم ما وفروا ما وفروا ما بلغوا عم نصب غراضنا شو صبينا غراضنا كل من نسوي بربع ملايين بربع ملايين الساعه 20 ولا البصيله 12 بالليل ولا شيء ما حد بلغ ما حد بلغ غراضنا خلاها وين انقاد نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا الموضوع. تعد الخطوة الحكومية الحالية هي الأكثر جرأة في ملف التجاوزات بفتح شارع السوق الكبير ومقترباته في مدينة الحلة الذي أغلق منذ عام 2003 لدواع أمنية بعد إزالة مئات البسطات المتجولة من مكانها. وأثار قيام بلدية بابل بإزالة التجاوزات لأصحاب البسطات موجة غضب عارمة للعشرات من الكسبة بسبب التجاهل الحكومي لأوضاعهم وأوضاع أسرهم بعد أن تسببت بانضمامهم إلى جيوش البطالة التي ترتفع معدلاتها يوما بعد آخر. لنشاهد. أنا هاي الناس على باب الله صار 20 سنة مفروض أوفر بديل قبل ما أشيل العالم يعني تبلغت يوم الأحد راح أشيلهم زين يوم الأحد العالم ما يتروح هاي 4000 كم عائلة أنا عمي؟ واي 2000 عائلة هنا أنا عايش على هذا السوق على المناسبة سوق نادر طبعا ما يعني تفتح الطريق على مشين ومعه كل فايدة ما أعرف هاي الناس خطية شندلب الناس الطالب يعني يا ما وفرت بديل أو ما وفرت مكان خاص هاي الناس وين تروح؟ هاي شوف هاي الناس من الصباحيات قاعد تبلش بسطياتها هذا سوق كلش قوي في محافظة بابل هاي شوف هاي العالم هاي العالم شوفها هاي العالم يتابع السلام عليكم دولة. أبداً. شو غير مفروض بديل. الله يفرجك. دولة تحتيهم تحبيهم مليانة من الحزن. والله شاهد جيران كهري وهذا سوق قديم بس 80 لحد. بديل وشيلك. عم وافق أمران الدم ها شو الجو العالم. الله إلي أسم الشارع وين أروح. لو أبوك لو أسلم. أنت كم نفر عندك البيت؟ أنا 4-6 نفرات عندي. كم نفر شو راح تعيشوا؟ الله إلي رشون. لا والله هذا. لا سوون مسؤولين يعني يقدركم على ناس الفقراء في تجاوزات ما الناس مسؤولين تعرفون كل شيء عم الشوق هذا لا ما تطلع على واحد من الثمانينات هذا من الثمانينات لا شيء لصدام ولا شيء لاي واحد مستمرون مشاهدينا الكرام في عرض مقاطع ضمن هذا الملف طبعا تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع مصور يظهر امرأة مسنة عراقية أثناء اعتراضها آلية تابعة لبلدية الحلة في محاولة منها لمنع آليات البلدية من هدم بسطتها التي تعتاش عليها وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت مع السيدة وحملوا الحكومة مسؤولية ما تفعله تجاه الطبقة الفقيرة وتبعات ذلك في ظل تجاهلها لتجاوزات الأحزاب وميليشياتها على أراضي الدولة فضلا عن الأراضي الخاصة للمواطنين التي تحولت إلى مقرات رسمية لمكاتب ومعسكرات لتلك الأحزاب وميليشياتها دعونا نشاهد شو مسوين؟ فطننا على الهضم والعوز والحسرات وفقهنا على البتش وعدم فتحنا العين شو مسوين؟ نتابع الآن تعليقات مشاهدين الكرام وردت بشأن هذه المقاطع منتظر يقول والله زحمة بلد واردات تريليونات الدولارات ونفط ومنافذ وتجارة وميناء ومثل هيك مرة وفقير تنذل محمد يقول الله يساعد قلبها هسه أقلها عوضوها هاي مليارات جاي تنخمط طول العام انطل العالم علي يقول روحوا للجادرية قادرين على الفقرة هاي ناس الفقرة من احتاجهم الوطن كلهم فزعوا وانتوا ضميتوا روسكم هسه هيجي تجازون الناس
نبيل يقول الله يساعدهم كلهم أصحاب عوائل، هسه يجيك واحد يقول لك أنتم مطالبون بالقانون، عمي يسوي لهم بديل، ناس فقرة. نستمع إلى رأي السيد عبد الرزاق من بابل. تفضل سيد عبد الرزاق، حياك الله. السلام عليكم، حياك الله أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، خلينا نكون صريحين وواقعيين. نعم. إحنا نقول الاختلاف ما لا يمنع الإنصاف. طيب. القانون لابد أن يطبق. تمام. سواء المتجاوزين على الرصيف، المتجاوزين على الحريات الأخرى، لازم يطبق القانون بالنسبة للبطيات وغيرها من الدور. لازم أكو بديل، أنا وياك يعني الدولة لازم تخلي بديل للبعض المتجولين غيرهم، ترجع بديل. بس ما أعتقد يعني إجوا يعني فلشوا لك هاي البطيات وغيرها إذا ما مطينها مطينهم الدار. أنا اللي عرفه مطيهم الدار، وخير طيب. دليل أنا من أحكي يقول لك شاهدك وياك، يعني أنا أعرف هسه بالمنطقة مالتنا راس الدربونة أكو ناس متجاوزين على الأراضي، وأعرف كل الزين ذول الأشخاص هم عندهم أراضي وعندهم أملاك، لكنهم من يجي يتجاوز هنا غاية في نفس يعقوب. شنو الغاية مالته يا أستاذ محمد؟ عسى ولا عم تجي الدولة تعوض مكان هذا البيت ما تتجاوز. وأنا أعرف كل زين بأنهم عندهم أراضي وعندهم دور وعندهم أملاك، لكنه نعم. هذا يسموه لعب على القانون، يعني هذا الاحتيال. فإحنا مع تطبيق القانون، إحنا مو ضد القانون، لا، القانون يأخذ مجرار بصورة صحيحة، لكنهم مع توفير البديل. أما بال يعني الأمور اللي جاي يعني هسه اللي جاي يعني رأي المواطنين، أنا وياهم، لكنه علينا ان ننظف بلدنا، ما نبقى فوضى دائما. نعم. الى متى تبقى هاي الفوضى؟ سيد عبد الرزاق، كلامك لغايه الان كلام سليم جدا، لا غبار عليه، ماكو مشكله، الكلام صحيح، لكن هناك شروط ونقاط معينه ومحدده يجب ان تطبق قبل الشروع بعمليه ازاله هذه التجاوزات. يعني انا من اجي اليوم اشيل بسطه وازيل بسطه عائله تسترزق على هذه البسطه، او بائع متجول يعني يفرش في هذا المكان مثلا، طيب مو هذا يعيش عائلة مكونة خلينا نقول فرضا من 4 أفراد، لما يتم قطع رزق هذا الشخص البديل مالته شنو؟ حيلجأ مثل ما سمعت، حيلجأ أنه يكون يسلك طريق منحرف، طريق آخر، طريق السرقة، طريق التسليب، السطو المسلح، يتجه إلى أمور بعيدة عن القانون. ليش الدولة بدل ما تبدأ بعملية الإزالة حتى وإن أعطت إنذار، هل هذا مبرر لقطع أرزاق العالم؟ وفر البديل، أنشئ وحدات سكنية، أنشئ أماكن تجمع بها كل الباعة المتجولين وأصحاب الأعمال الحرة في مكان معين وفي أيام معينة ربما من الأسبوع، وبعدها قم بإزالة هذه التجاوزات. والنقطة الأهم اللي ذكروها الأخوة اللي بالمقاطع وحتى اللي في التعليقات، أنه أنت جاي على الفقير، ليش ما تبدأ بالرؤوس الكبيرة، بالحيتان اللي استولوا على المال الخاص والمال العام ومتركه وشيمة وضعوا إيدهم عليه؟ ليش ما تبدأ بذولة قبل أن تتوجه إلى الفقير، حتى الفقير من يشوف يقول نعم حكومة دا تحاسب الكبير قبل الصغير. طيب، وطبعا مع حفظ المقامات العراقيين، يعني السؤال أنه ليش هذه الآلية الفوضوية؟ القانون صح يطبق، لكن ألا يجب أن يطبق بشكل عادل وصحيح؟ هو المفروض القانون يطبق. نعم. يعني على الكبير والصغير. شوف أستاذ محمد، أضرب لك هذا مثال. الرئيس التركي أردوغان قبل فترة فاز بالانتخابات مالته. ليش فاز؟ فاز بأنه صارح الشعب مالته، قدم الإنجازات والمجازات اللي قدمها للشعب، فالشعب انتخبه. إحنا السياسيين مالتنا شيء شرد وشيء قدمون. شنو المجهز مالتهم؟ هم محاربة الإنسان الفقير والطبقة الفقيرة، لكنه يعني إحنا نكون صريحين واضحين بأنه إحنا نقول تطبيق القانون على الكل. إحنا ويا القانون، القانون لأنه يا سيد محمد يبعدنا عن الفوضى،
يبعدنا عن هواي أمور يعني السرقة وغيرها وغيرها من الأمور اللي الشعب العراقي الصلاح الأكثرية ما يحب الفوضوية بالأمور الحياتية مالته. وهذه إحنا نريد نظام يا أستاذ محمد. شوف هذه الشعوب شلون جاي تتطور. إحنا إذا نبقى نشجع الفوضى حتى لو كان فقير ما يخالف فقير على عيني وعلى راسي، بس يطبق القانون ونقول عسى ولعل اليوم تطبق على هذا باكر تطبق على الغيره حتى على موت. احنا نشجع اي خطوه صحيحه باتجاه صحيح احنا نكون وياه ما نكون نعارضها. لكنه نطلب من القانون. انا اشكر حضرتك سيد عبد الرزاق من بابل، وصلت الفكره وكلامك سليم، لكن يحتاج الى جديه في التعامل وجديه في تطبيق القانون. حيتان الفساد وسراق المال العام والأحزاب والميليشيات التي تضع يدها الآن على الأملاك العامة وعلى أملاك المواطنين، هذه التي يجب أن تبدأ الحكومة في محاسبتها، والتي يجب أن تبدأ الحكومة بقطع يدها وإزالة تجاوزاتهم عن الأملاك العامة وأملاك العراقيين الخاصة، بعد ذلك تنتقل إلى الفقرات الطبقات الفقيرة والمسحوقة. يعني يجب أن تبدأ من الرأس ثم بعد ذلك تصل إلى الطبقة المسحوقة. طيب شكرا سيد عبد الرزاق. نكمل ما لدينا مشاهدينا الكرام من مواضيع ونصل الآن إلى فقرة أو موضوع المتقاعدين العراقيين. اتهمت الجمعية العراقية للمتقاعدين حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشيع السوداني بعدم الجدية في حل ملف المتقاعدين والاكتفاء بالوعود الإعلامية والتصريحات بشأن حل أزمة حقوق طبقة مسحوقة في المجتمع العراقي. يأتي ذلك بعد تظاهرات حاشدة من المتقاعدين العراقيين في ساحة التحرير في بغداد للمطالبة بزيادة رواتبهم بما يتناسب مع التضخم في البلاد وإنصافهم وتحسين أوضاعهم المعيشية المتردية نتيجة الإهمال الحكومي لهذه الشريحة منذ عام 2003 مع تفاقم الأزمات الاقتصادية. وطالب المتقاعدون العراقيون المشاركون في التظاهرة بتعديل وتطبيق مواد قانونية تدعم حقوقهم التي صادرتها تشريعات الحكومات المتعاقبة، ومن ضمنها المادة 36 من قانون التقاعد لسنة 2014 التي تنص على زيادة رواتب المتقاعدين عند زيادة نسبة التضخم وارتفاع الدولار. وطالبوا بتفعيل المادة 13 من قانون التقاعد والتي تشمل المستقيلين وتاركي العمل، وكذلك المادة 14 التي ميزت المتقاعدين القدامى بدرجات أقل من المتقاعد الذي يحال حاليا، وهي بذلك خلقت تمييزا بين شريحة المتقاعدين. دعونا نستمع الآن إلى مظلومية المتقاعدين من ألسنتهم في اللقاءات الآتية. نطالب رئيس الوزراء بتفعيل المادة 36 والمادة 14. حقيقة المتقاعدين مضطهدين وضعفاء وناس أطراف العمر، عرفت شلون؟ وخدموا البلد هذا خدمة جليلة، هالشكل يجازونهم؟ احنا هالبلد، احنا هالبلد ترى، احنا تعبنا، عيب علينا يعني نطالب بحقنا واحنا ببلدنا. انا المفروض قاعد ببلدي وحريتي تجيني، اموالي تجيني، راحتي تجيني، يعني انا خدمت البلد. يعني نظل احنا نطالب بحقوقنا المشروعة وما تطبقون، واحد يشمر على الثاني، البرلمان رئاسة الوزراء مو يمي. احنا الحقيقة شريحة مظلومين ومضطهدين، واضطهادنا مستهدف، مستهدف لان عشنا بحقبة زمنية يحكمها صدام حسين، واذا صدام اساء فاساته عليه، احنا ليش نتحمل الاساءة اللي سواها صدام حسين؟ مادة 14 رفع التسكين عنها حتى كلها تاخذ جائز متراكمة وكلها تصير عدالة. رئيس مجلس النواب مدى يعرف مدى يفتيه مشاوره هاي، رئيس وزراء يجلس الكتاب يا بصوتوا على رفع التسكين مال مادة 14 حتى رواتب تتساوى، مدى يطبقها؟ رئيس وزراء الأول بالدولة، رجل تنفيذ الأول بالدولة، ما حد يسمع كلام. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. بحسب آخر إحصائية لهيئة التقاعد العامة فإن عدد المتقاعدين في العراق بلغ 3,600,000 متقاعد، ويشكلون 10% من مجموع سكان العراق. وسبق أن بيّنت جمعية المتقاعدين العراقيين أن نسبة تتراوح ما بين 60-70% من المتقاعدين يعيشون تحت خط الفقر ويعانون من تدني الرواتب والتمييز بين المتقاعد القديم والمتقاعد الجديد.
ويعيش المتقاعدون ظروفا معيشية سيئة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العراق من ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية الأساسية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وغياب الدعم الحكومي. طبعا شارك متقاعدون من جميع المحافظات العراقية في التظاهرات المطالبة بإنصاف هذه الشريحة اليوم في ساحة التحرير، متهمين حكومة السوداني بالمتاجرة بمعاناتهم في وعود إعلامية زائفة كما يقولون. لنشاهد. نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. كرم الطائي يقول: يعجز الكلام والتعبير عما نحن فيه يا حكومتنا، إيش سويتوا بالشعب يا فاسدين؟ تعليق من علي يقول: على الدولة أن تنظر لهؤلاء كبار السن من المتقاعدين أهل الشيبة البيضاء الذين أعطوا سنين عمرهم لخدمة العراق، وأن تزيد رواتبهم الضعيفة التي لا تكفي لإدارة متطلبات واحتياجات عوائلهم وهم أمام ارتفاع الأسعار الغير مسبوق. سلام يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل على مسؤولينا ونوابنا الذين لا يستجيبون لمطالب المتقاعدين القدامى بزيادة رواتبهم. هذه الشريحة من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة الذين قضوا أعمارهم في خدمة البلد ويتقاضون رواتب لا تسد أبسط متطلبات المعيشة الضرورية. تعليق من أبو منتظر يقول: الآباء والأجداد يتظاهرون من أجل عيش كريم لهم ولعوائلهم بعد الظلم الذي طالهم لسنوات من قبل الطبقة السياسية الحاكمة. نستمع الآن مشاهدينا الكرام إلى رأي السيد أبو زينب من النجف. تفضل يا أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للموضوع الأول وبعجالة، يعني على ما يسمى بالعشوائيات والبسطات وكذا، المفروض أول مرة أوفر لهم أماكن بديلة وبعدين أجي أقول لهم يا بتفضلوا، مو أقضي على أمالهم وطموحاتهم ومساكين ذولا ويفترشون. هم ذولا الأحزاب المتعاقبة من 2003 إلى الآن ما خلوا حديقة عامة ما باقوها، ما خلوا ملك عام ما باقوها، ما خلوا ساحة عامة ما باقوها، وكلها سووها محلات. يعني بالنجف أحكي لك، أصغر محل هذول التابعين ماكو باقيها الأحزاب، أصغر محل يمكن ما يتجاوز 3 × 4 أو في 5 مليون بالشهر. هذا شو يشتغل حتى يطلع مليون؟ هاي وحدة. ثانيا بالنسبة للمتقاعدين في كل دول العالم، يعني أكو شيء هذا يسموه الغلاء المعيشة، هذا ما يطبق بالعراق للأسف. يعني احنا بلد نفطي ما أكو شيء، يعني هاي مصر، مصر أم الفقر وعددها بجد العراق 2.5 الشعب مالتهم. يعني إذا كان الموظف يطلع يحال إلى التقاعد بألف جنيه، من يطلع يطلع 1500، إحنا ذا 1000 دينار يرجعك على 400 دينار مع ارتفاع الأسعار مع كذا. طيب برأيك أبو زينب، ليش ما يطبقون القرارات اللي تقضي بمعادلة الرواتب ما بين المتقاعد القديم والمتقاعد الجديد، وليش ما يفعلون القوانين اللي تقضي أو القرارات اللي تقضي برفع سقف الرواتب التقاعدية نظرا للتضخم وارتفاع قيمة الدولار مقابل الدينار؟ ليش بالبرلمان هذه القوانين
تظل تراوح مكانها في حين القرارات اللي تخدم هذه الأحزاب يتم تمريرها بكل بساطة وسهولة. أنا سبق أن قلت عبر قناتكم الكريمة دائما وأكررها، أي شيء، أي قانون، أي قرار في صالح أي شريحة من شرائح الشعب العراقي رأسا تلغى أو توضع أمام العقبات والعراقيل، وأي شيء بيضرر للشعب العراقي رأسا يسيدون وياه. يعني اليوم يطلع لك خبر أو البارحة حكم على جماعة بحيازتهم مخدراتهم شنو وصلت بعضهم إلى الإعدام. طيب شو ابن لؤي الياسري محافظ النجف السابق وابن أخته وصديقهم محكومين مؤبد بالتليفون الصغير، رئيس الجمهورية صدر عفو خاص، ثاني يوم صبحوا بأنقرة، ثالث يوم صبحوا بواشنطن، رابع يوم كم واحد طلع احتج، والله بعدين طلع لي برهم صالح أنا أعتذر من الشعب العراقي وأسحب قراري. شيل هالكلاوات وطفل من جوع يبوق له باكيتين كلينس حكم الحاكم 6 سنوات سجن لولا تدخل ذول الناشطين والكذا والحقوق الإنسان. يعني بشرفك وين هذا؟ وقال حرب الله يرحم الخبير القانوني الكبير قال حتى لو صدر عزف خاص من رئاسة الجمهورية لأن هذا مكتسب الدرجة القطعية، يقول يجب أن يقبل مدان ما لا يقل عن نصف السنة المدة البالغة 15 سنة، لأن المؤبد 30 سنة. أنت علي من تطبق القانون وبعدين شيل الأركل بمكيالين، مع الأحزاب شكل، مع الشعب العراقي شكل آخر، وصير غول وطوطم عليه وتطبق القانون تطلع لنبي بتطبيق القوانين. طيب أنا سيد أبو زينب، يعني بس سؤال سريع، أليس المواطن العراقي الفقير هو أولى بالأموال المخصصة ضمن الميزانية بدلا من تخصيص نفقات تدخل في بنود مشبوهة مثل المخصصات السرية أو النفقات السرية اللي تخصص لميليشيات مثل الحشد؟ أليست هذه الأموال أولى بها المواطن العراقي الفقير؟ ليش ما يفكرون بهذه الطريقة؟ شنو الفائدة تقعد أنت تدعم بهذه الميليشيات المسلحة اللي تثير الرعب والإرهاب واللي تقطع أرزاق الناس واللي تحارب العراقيين بأرزاقهم، بدل ما توجه هذه الأموال إلى الطبقة الفقيرة اللي تحتاجها؟ يا أستاذنا العزيز، كفتا الميزان في أي دولة من دول العالم، لما تخلي في الكفة اليمنى مثلا كتلة لكيلو غرام واحد مقابلها طماطة أو سكر أو رجي أي شيء لازم توازيها تعادلها. يعني هذا الموضوع اللي تخلي بالجهة الثانية لازم يعادل الوزن. هو الشعب العراقي أساسا مو فقير، إنما هذول أفقروا، يعني ماكو معادلة صحيحة. بلد نفطي ثانية أو ثالث أغنى دولة نفطية بالعالم شعبها فقير. طيب أنا أشكرك سيد أبو زينب من النجف، وصلت الفكرة. دعونا نقرأ سريعا رسالة وردتنا من أحد المشاركين، تحديدا السيد أبو محمد من النرويج، يقول: السلام عليكم أستاذ محمد الغالي، لك ولكادر قناة الرافدين. أخي، اليوم طلعت تظاهرة للمتقاعدين أصحاب الشيبة البيضاء في ساحة التحرير للتعبير عن قلة رواتبهم التقاعدية التي أوصلت أغلب المتقاعدين إلى أن يعملوا حمالين في أسواق بغداد والمحافظات، ووصلوا لحال أن يأكلوا من المزابل، ولكن ولا قناة فضائية غطت هذه التظاهرة. أما مسؤولي الدولة والبرلمان مجلس الخراب فقد أغمضوا أعينهم وصموا آذانهم وانشغلوا بتقاسم الموازنة لثلاث سنوات. والسؤال هو: أين هذا الشعب الذي خرج في تشرين وهز عرش عبد المهدي؟ لماذا سكت الشعب؟ سألوا فرعون: لماذا تفرعنت على الناس؟ فأجاب: لم أجد أحد يقف بوجهي. مع تحياتي أستاذ محمد الغالي. أبو محمد من النرويج، أشكرك للمشاركة. طيب، نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع وننتقل الآن إلى ملف الكهرباء. عبر عراقيون عن غضبهم من تهالك منظومة الكهرباء مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ويرى العراقيون أن أزمة الكهرباء وصيانة بناها التحتية لا تتعلق بالأسباب المادية فقط، وإنما تتعلق بانعدام الإرادة الوطنية عند قوى العملية السياسية التي تعاقبت على حكم العراق خلال العقدين الماضيين وأهدرت ونهبت نحو تريليون دولار أو أكثر، ما جعل العراق في ذيل الركب الحضاري على كل المستويات.
ويبدو أن الإجراءات الحكومية لا تعرف سوى إلحاق الضرر بالمواطن بدلا من العمل على إراحته. في كربلاء وبعد أن جرى هدم سوق حي الحر ورفع المولدات المتواجدة فيه والمسؤولة عن تغذية المنطقة بالكامل بالكهرباء، ترك سكان المنطقة في ظلام دامس وسط أجواء حارة بعد أن تخلت الحكومة عنهم ولم توفر لهم البديل. ناشد سكان الحي الجهات المعنية بإيجاد حل بأسرع وقت ممكن لإعادة عمل المولدات في ظل عدم قدرة وزارة الكهرباء على تجهيزهم بالساعات الكافية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة. دعونا نشاهد. ما أعرف أستاذ المسؤولين كربلاء يرضون على هذا الوضع، على أذية المواطن الكربلائي. هاي المولدة بحي الحر، سوق حي الحر اللي فلش اليوم بالتحديد، هذا السوق فلشوه وفلشوا المولدة وياه وقطعوا الوايرات كلها بدون أي سابق إنذار للعالم وبدون تحديد أي مولدة بديلة للعالم. رجعنا على زمن المولدات من اليوم الصبح ولحد الآن مولدة ماكو، الكهرباء كذلك ماكو، تمام؟ العالم شو تسوي؟ وقت امتحانات وحارة، اعطونا حل بديل. مجلس محافظة كربلاء اعطونا حل بديل. هاي هسه حاليا وايرات مقطعة وعالم أغلبيتها ما عندها مولدة وكهرباء ماكو. نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر. بالرغم من إنفاق أكثر من 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء في العراق منذ عام 2003 لغاية الآن، ورغم توجه السلطات إلى التعاقد مع الشركات العالمية والربط الكهربائي مع دول الجوار، إلا أنه لا يوجد أثر ملموس على أرض الواقع، والأزمة تبدو مستمرة خلال فصل الصيف بحسب خبراء اقتصاديين. ويعاني العراق من نقص حاد في التيار الكهربائي، خاصة مع أزمة نقص محولات الكهرباء وغياب البنية التحتية السليمة لاستمرار التيار الكهربائي دون انقطاع. في محافظة القادسية وتحديدا قضاء الحمزة الشرقي، جدد أبناء حي المنصور وهم من أصحاب الطابو الصرف مناشداتهم من أجل توفير محولة كهرباء لهم، في ظل تجاهل الجهات المعنية لمناشداتهم السابقة منذ 5 سنوات. لنشاهد. حي طابو منصور الأخوة تشوفونه، والحي يسكنه تقريبا وي يعني القطع الجاية تنبني هسه تقريبا بالمئة بيت. يناشدونكم باسم الإنسانية، يناشدونكم بالخوة بالضمير بأي مبدأ أو معبود عبدونه. إخوان طلبهم شيء بسيط، يردون محولة وناشده، وصار لهم 5 أشهر يناشدون، ودخل أحد الأخوة النواب 5 سنوات نقول 5 أشهر، ودخل أحد الأخوة النواب وذكر منشور وقال محولتهم وجيت، ولحد الآن محولة ماكو، ودائرة كهرباء الحمزة وعود وبعود، وأكو إجراءات. إحنا بعيدون عن هاي الإجراءات، وهذا الروتين، هذا طابو صرف سكن عوائل وأطفال ونساء، يردون مو قنبلة، يردون فقط محولة. الأخ مدير كهرباء الديوانية مع احترامنا، الأراضي الزراعية جت طول المحولة، هذا طابو صرف، طابو صرف بس محولة، معولة غيرها ما يردون. وهذا اليوم مناشدة وصلوا، يعني وصل الأمر بعد هاي المناشدة راح يطلعون يوقفون باب الدار. والله صدق حد الانفجار، شو ما حصل الدواء. لاحقوا الموقف، جاكم الله ألف خير، ويردون فقط معولة. إذن المشاهدين الكرام نستمر مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر. تعد أزمة الطاقة الكهربائية وانقطاعها في العراق وانعدام الخدمات الأساسية من الأزمات المتواصلة الناجمة بشكل مستمر ومباشر عن الفساد الحكومي المتغلغل في مفاصل الدولة، في بلد وضعته الأحزاب الحاكمة تحت رحمة الغاز الإيراني المستورد، ليبقى المواطن العراقي هو الخاسر الأكبر في هذه المعادلة. طبعا نبقى في محافظة القادسية في حي الزهراء التابع لناحية الصلاحية، ناشد أهالي الحي الجهات المختصة لوضع حد وحل لتمديدات الطاقة في الحي بعد أن اضطروا إلى إيصال الكهرباء ومد الأسلاك على أعمدة خشبية لا تقاوم الظروف الجوية ولا تنطبق عليها شروط السلامة. لنشاهد. الكهرباء رابطيها على خشب. أستاذ هشام إذا تقدر يعني بس صور لي هذا المكان. الكهرباء رابطيها على خشب وساحبين كيبلات من حسابهم الشخصي، يعني بتجمعات هم مجمعين على فلوس، كل بيت يعني يجمع فلوس حتى يشتري كيبل بخصوص الكهرباء. زين،
خلي نشوف مشكلتهم هم راح يناشدون بهذا الخصوص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله. سيدنا مثل ما شفت كهرباء ما طيب هد تشوف هاي على اعمده خشب كهرباء يعني هاي الناحيه من توزعت هاي القطع من 2007 صار بها بناء لحد الان احنا كهرباء ماكو مي ماكو يعني تعرف من ذاك الشارع ساحبين لا مي ولا كهرباء اي ودائره كهرباء صلاحي جاي يطبق علينا نظام تجاوز هسه ورقه حمراء و150 الف يلا يعطونك ميزانيه هذا احنا نعاني من عده وكهرباء كل شيء ما يشتغل يعني ما يشتغل غير مروحه واضوي لا سبلت وكل شيء ما يشتغل وانت تعرف هذا الجو حار هاي معاناه. نتابع سريعا مشاهدينا الكرام التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. قاسم يقول عمي ترى احنا ب 2023 مو العصر الحجري يجوز احسن من عندنا العصر الحجري. مروان يقول كل شيء خطأ كل شيء سيء في هذا البلد لا يوجد حرص من المسؤول على اي عمل مناط به. زيد يقول ولا يستحون والله الصلاحية حجمها بهذا الصغر لحد الان العالم عايشة بيها بهاي الطريقة أسلاك تجاوز ولا مي مثل العالم عندهم. صدق كذب سيادة الرئيس المسؤول تقبل عائلتك تنام بهذا الحر بدون سبلت لو مكيف حسبنا الله ونعم الوكيل. مصطفى يقول الصلاحية أربع شوارع لا مجاري لا كهرباء لا مي لا خدمات كافي عوفوا مصالحكم واشتغلوا لهاي العالم وراكم متر ونص شي خلصكم منهن. والله عيب اللي يعلق ويقول الصلاحية أحسن مدينة بالديوانية. مشاهدينا نستمع سريعا إلى رأي السيد أبو أحمد من بريطانيا. تفضل يا أبو أحمد حياك الله. السلام عليكم سيد حمد حلوة عجبتني سريعا. وعليكم السلام. أرجو المعذرة لأن الوقت والله شارف على الانتهاء. على رأيك الله يحفظك. تفضل يا أبو أحمد. الإمام الحسين عليه السلام يقول إن لم تكن لكم دين فكونوا أحرار بدنياكم. أنا تتابع قبل برنامج تحت الضوء قلبي يوجعني لحد الآن. يعني أنت تحاسب أطفال ذولا الدنيا كلها أمامهم مفتوحة تحاسبهم بجريرة آبائهم حتى لو كانوا يعني ما صح لا رسول الله كان يعمل هذا ولا الخلفاء ولا الأئمة ولا أي شخص أنتوا بعيد من دينهم يا أخي. يعني إسا الكهرباء والله ما نعرف إحنا كل مسؤول ولو صغير هو عنده كهرباء طوارئ يعني ما حاسب بعيشة الفقير شنو ليه ما ينقطع الكهرباء حتى نهائيا. فلذلك شفق الدول يحسون أن يألمني هذا الموضوع ما تحت الضوء. نعم. يعني ذول الأطفال إلى متى يكون تحت برد الشتاء وحر الصيف. أنا ماذا طول عليك أستاذ محمد. نعم. وإن شاء الله لنا لقاء آخر. شكرا جزيلا سيد أبو أحمد وأرجو المعذرة مرة ثانية. شكرا للمشاركة. ننتقل فيما لدينا من وقت مشاهدينا الكرام إلى فقرة الإنفوغرافيك. طبعا تصنف الأمم المتحدة العراق من بين الدول الخمس الأكثر تأثرا بالتغيير المناخي في حين يندد العراق بالسدود التي تبنيها تركيا وإيران المجاورتين والتي تسببت بنقص ملحوظ بمنسوب الأنهار الوافدة إلى أراضيه. ومع تراجع الأمطار خلال موسم الشتاء الماضي استفحل الجفاف بقوة في السنوات الأربع الماضية ما دفع السلطات إلى الحد بشكل كبير من مساحة الأراضي المزروعة. لدينا الآن تقرير انفوغرافيك عده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية يسلط الضوء على ملف المياه في العراق لنشاهد.
نصل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة الهاشتاج. ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في العراق بمقطع فيديو أثار غضبا واسعا في البلاد، بعدما وثق شخص جريمة رمي قطة صغيرة من الطابق التاسع في مجمع بسماية السكني، ما أدى إلى مصرعها على الفور وسط مطالبات شعبية بضرورة مقاضاة هذا الفاعل. ويظهر مقطع تم تداوله بشكل كبير الذي تعتذر قناة الرافدين عن بثه لمحتواه الصادم والقاسي. هذا المتحدث المريض يقول تم الحكم عليها بالإعدام شنقا. هذا الشخص يدعى سجاد الموسوي. تداول الرواد في موقع تويتر واسم حاسب سجاد الموسوي، يقول مصطفى: أتمنى من القوات الأمنية والخيرين في بلدنا أن يحاسبون هذا المجرم على هذا الفعل. اليوم قتل ورمى حيوان، باكر يرمي طفل، بعد أسبوع يقتل رجل مسن وامرأة. تغريدة لدينا من أزهار يقول: لازم يتحاسب ويصير عبرة للمجرمين أمثاله. تغريدة لدينا من محمد سعيد الحسني يقول: أمثال سجاد يملؤون الجيش العراقي والأجهزة الأمنية العراقية والحشد الشعبي والميليشيات. اسمعوا قصص السجون العراقية، فعلوا أبشع من هذه الجريمة بحق أطفال سجناء، كل ذنبهم أنهم سنة. الذي لا يصدق يكتب عمر نزار الموصل وسيرى بعينه فيديوهات صورة وصوت. تغريدة لدينا من رسل تقول: حسبي الله ونعم الوكيل، لو أكو عقاب ورادع قوي يتجرأ ويسوي هيج، أقصى شيء سجن لو غرامة مالية، المفروض إعدام بنفس الطريقة حتى يصير عبرة لغيره. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.